ما اعرف صراحه شلون راح اقول لكم، بس انه الكل الحكي هذا حرفيا صحيح، وبهذا المقطع كل شيء حقيقي. ايش اللي يعجبك ليش هذي؟ يعني غير هم ما يحطون لايك يعني يا اخوان، حطوا لايك قبل لا نبلش المقطع. والله اليوم بطاوه اي حطوا لايك. سلام شوف شوف شوف، ان شاء الله بخير لكم دقري. اليوم يا اخوان جاناكم حلقه جديده. اليوم الحلقه يا اخوان حلقة جدا مهمة بحياتي. ليش؟ لأن اليوم الفايز راح ياخذ أكثر شيء جمعته بحياتي، اللي هي حصالتي يا أخوان، حصالتي من كنت طفل آني لحد عمر 15 سنة. على مود تعرفون منو راح يفوز هذا الحصالة يا أخوان، تابعوا المقطع، لأن اليوم يا أخوان راح يكون تحدي مالتي ضد اتش بي. قبل أن نبلش المقطع يا أخوان، حط لك شكرا بقناة شباب المشتركين، خلونا نوصل هذا المقطع أكبر عدد من اللايكات وبس، خلينا نبلش. اتش بي على مود تحصل الحصالة اللي بيها تعب حياتي وشقايا ودنياي. حصلتي جيب جيب جيب. أوه. لازم نسوي تحدي. التحدي هو تجيب 5 كلات بالآلي اللي تشوف هذا الآلي اللي وراك. ايه. بالضبط تجيب 5 كلات فيه. يمي. الطور الجديد حدد. العب الطور الجديد. يلا. سولو سكوات. سولو سكوات. سولو سكوات. 5 كلات. 5 كلات ايزي والله العظيم ايزي. اقول لك 10. ها؟ 20. انت جاهز تطي كل مواليك؟ انا يا اخوان والله تعب عليه هذا يا اخي، انا واثق بيك. اطيحها الحظهم صح، وده تطيح طيح حظك انت. وانا ما طيح حظك، وطيح حظ المتابع. لك لك هذا ما حاط لايك نضرب الطاوله، واللي حاط لايك نطي دروب. نطي دروب. بما انه عندك اماكن هوايه تقدر تنزل بيها، يعني مثلا وين تريد ننزل؟ تعال خل اشوف، حدد لي مكان وننزل. عندك السفينه الاولى تقدر تنزل بيها، والسفينه الثانيه تقدر تنزل بيها اللي هي هاي، وعندك باقي الاماكن. حدد لي مكان انزل لك بيه. حدد لك. روح يلا روح بالسفينه تنزل. روح لو جسم راح اثبت لك ايش قد انت باوع حبيبي. انا اريد تحدي الناس غلط. اريد فعل. اكو هنا فلوس على المحك. حصاله يا اخوان. ها هنا فروزن اميره الثلج. هلا وخذ الي قبل. ما عندي شاقه حبيبي. بس شوف انك كم واحد نزل بالبدايه. سو اهرب 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 7 اهرب اهرب. هذا الاول. احسب لي تحسب لي. ها وبجوا نزل نزل نزل. شو اسمه؟ اكو ناس فوق انت ما شفتهم؟ افتهم. اكو هنا شنو اكو هنا؟ عقل عقل. ينزل لك صاروخ بما انه ينزل صواريخ هذا الالي. والله فكره. هنا انا شكو عقل عقل. ها توكلت شكو هنا. جاوبوا بالتعليقات يا اخوان. حبيت المكان غلط كلش. اشبي يلا دقري جيب لي الالي الكبير. والله تقدر. تاكد والله تقدر. طلع لنا الالي الكبير. راحوا راحوا بابا دا تشوف راحوا. فجروا فجروا فجروا. يطلع ما يطلع ما يطلع ما يطلع. دعمه. الو اركم الاليين يا اخوان بقى كلها تلحق. هذا خطيه. فجروا 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 فجروا. الحقه لك ارجع لك ارجع لي الالي الكبير. مال حرب ماكو احد. طفي اقتنع اقتنع الغبي. رجع اجا اجا بخيرتك انت. دعسه دعسه. ليتس جو. باقي له ضربه. هذا ليش ما يموت؟ 1 2 2 باقي لك 3 لواعيبهم مو بوتات. انا اقول لك تحديك جدا سهل. كفو كفو كفو. خلينا نشوف الحصاله هنا. الحصاله بخطر. احسب لي انا احسب لي انا بسرعه. بس باعوا يا اخوان. ها شنو له؟ بس باعوا. تشوفون لون احمر والله يعني 25000. اهرب. حتنفجر حتنفجر. بس باعوا لي منك. اوكي ديجينا. جاك جاك اركض يا مال. لك التشبيك التشبيك. باع ايش راح اسوي؟ نزل العملاق. اتش بي انت انتهيت. اتش بي انت انتهيت. لا 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 لا. فجر. اتش بي يلا طلع نفسك هسه. العملاق يا اخوان يقدر يسحب واحد وشمره بالقاع. اوكي حلو حلو. عدد. حلو. انا شطر دموت. حلو. انا شطر دموت. قتلت 2 باقي لك 3. اوكي؟ خلينا نشوف بلكي اكو شيء ثاني احلى من الحمراء. ودا اقول لك ديري حمراء يما. جره داسني داسني. محاوله ثانيه محاوله محاوله ثانيه. 3 يعني انت عندك 2 تقتل 3 خلاص. اوكي 10 يلا يلا. ايش في؟ اريد تنزل وين؟ بالمحطه ديري. اريد مساعدتك. جيب لي الالي. الي؟ جيب لي الالي. خلاص راح اجيب لي الالي يا اخوان. شو اسوي؟ راح يبكي باعه. شوف ماكو احد. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. تجون هنا يا اخوان تفعلون الالي الكبير. اجى دوري. لا لا حبيبي اركب وبعدين. انا ما واثق بيك. واثق يا محمد.
بدي اشوف غير اللون الاحمر. هو اكو اصفر اوه اوكي اكو الافات اكو 25. ايش قد تتوقع بالحصاله؟ يعني مو اقل من المليون صراحه. مليون مليون. اكتبوا لنا بالتعليقات يا اخوان قبل لا تشوفون ايش قد بالحصاله، اكتبوا لنا بالتعليقات. نزل نزل الوحش يومه. ليتس جو. والله مجني كراي. وين صناديق؟ غريب نفسي. اكو واحد اكو واحد. شو اطير؟ طير طير طير. يلا ايش بي روح وروح اتش بي. هسه باقي لك تجيب 3 كلات. ارجع له؟ ما لي علاقه. ترجع له تروح له 3 كلات. ها بسم الله. والله شيل لي هاي السياره، شيل لي اياها الخدمه وعدي دوديك يا ايش مره. ولي ليش رهيب رهيب. اكو واحد هناك. وينه؟ شيلك يا وينه؟ الو تقدر تشيله؟ ايه شو هالحجره؟ ضربه بالحجره. اوه شمرة مات بيدي. قتلها بيدي. يلا تبي باقي اثنين. اثنين باقي لك. هذا واحد. وين؟ مو لعب هذا. شيله. والله هذا الدراجة. دراجة ايوه. عميان. عود حبيبك عوقا قاعد في بعد ولد ولد ولد. قلت لك واحد؟ ها؟ ايه شو مراي؟ اوه هذا ما مات. انت غيرت شمرة بالبحر انت والله؟ انا شمرة المفروض باليابسة. ابي اسلك عليه؟ والله خنقة خنقة. باقي لك كل يفصلك عن الحصالة عن هاي. سهلة سهلة. كل واحد يبقى فاصلك عن الحصالة. شو تروب؟ ايه شاقة. والله شيل دروب. الطين الاولى دي هنا. تقدر. تقدر طبعا. تقدر غير الماء يتغير. هي سنيرة لسما. يلا 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 يلا. تفوز الله يخليك، حتى حفلة سويت لك. دقري دقري دقري. ايه الحصالة. ليتس جو. اقتل بعد واحد بس، واحد. وش يصير؟ تمام واكمل لك فلوس من جيبي وفوق الحصاله شاغل. اي روح قد يعني ما ادري قلت له لا هاجم. اي بطل. اذا مرأي. خلصت الجيم لك تعبت انا ادور عليهم ماكو. لا خايفين كلهم مني. شوف هذه ماكو ماكو اتش بي ما باقي لك شيء وتخلص الجيم. تقدر والله. هرب. نصف رجوله نصف رجوله نصف رجوله. اجرولي اجرولي اجروني راح انتقم. اغنية حرب. اقدر اقدر ارجع اقدر ارجع اقدر ارجع. جيب حصالة جيب حصالة. شوف راح اعطيك الحصالة انا. اوكي اوكي بس عندي شيء سري اريد اشوفهم اياه. حجيب فتشين افتح بيه حصالة. يلا تريدون شيء مجاني لو لا؟ ايه خل اعلمكم. تروح هيك على اليسار يا اخوان يم الكيدي اكو هيك علامه مثل النجمه تدوس عليها. اوكي دست عليها فرضا فرضا راح يطلع لك هاي السوالف. هسه تقول لي شنو هذه السوالف؟ تعال اوكي السوالف هاي راح تدوس هنا على الليفل راح يطلع لك هذه الجوائز كلها. انا طبعا اخذتها. اوكي تقدر انت تاخذها هم. مثل ما تشوفون ان هنا كميه جوائز ما طبيعيه. راح نعوف هذه الجوائز راح نجي هنا راح نرجع للجوائز بعدين. راح تجي هنا يا اخوان اللي هو سلاح الانفور صارت له مهمات. هسه تقول لي شنو المهمات هذه؟ كل ما فتحت اسلحه تطوير مثل ما تشوفون عندي اسلحه تطوير كلش كلش هوايه وعندي اسلحه اي كي فراح ينطيك نقاط، النقاط هذه اللي هي الجوائز، تعال خلينا نشوف الجوائز شنو يا اخوان؟ الجوائز شيء رهيب، الجوائز مثل ما تشوفون اول وحده ماتيريال، الشغله الثانيه ستيكر، هسه راح اقول لكم وين راح تستخدمون هذا الستيكر، والشغله الثالثه اللي هي الرقصه، الرقصه راح تقول انه اني جامع الاي كي او الشغلات رهيبه للاي كي، اوكي؟ الليفل الرابع هذا. حرفيا بعد ما راح تقتل واحد راح ينطيك جوا الكل مسج ليعدلك اللي هو العداد اوكي. والليفل الخامس راح ينطيك هذا الجولد اي كي ام ستيكر اوكي. والشغله الثانيه اللي هي رقصه الميثك جامع الاي كي اوكي. نفس الشيء الام 4 يا اخوان. الام 4 نفس الشيء تقدرون تسوون مهمات بعد ما تجمعون الام 4ات والجوائز مالته نفس تقريبا هم مثل ما تشوفون ماتيريال وراها ينطيك ستيكر وراها ينطيك الرقصه وراح ينطيك العداد. خلينا نشوف العداد. هذا العداد يا اخوان بعد ما تقتل واحد راح ينطيك جوه كل مسج اوكي.
والخامسة اللي هي هذه يا اخوان مثل ما تشوفون ينطيك الرقصة. طبعا هذا الجواز حصلتها بما انه انا عندي حوالي 10 AK-ات وكذلك نفس الشيء الام 4. فتجي هنا على الثيم يا اخوان. الثيم شنو هذا يا اخوان؟ الثيم اللي هو تقدر تحصل ثيمات او جوائز مثل ما تشوفون، تقدر تحصل هذه الجوائز بعد ما تكمل الكوليكشن او المجموعة هذه. مثلا انا عندي حرفيا كل المجموعة بس باقي لي الام 4 ما طلع لي، كان اخذت هذه الجائزة. تقدر تاخذ ملكونج بس انا ما عندي واحد ولا واحده ملكونج. تقدر تاخذ مثل هذه اذا تجمع كل السكنات راح تقدر تاخذها اوكي، وتقدر تروح تاخذ السكن هذا وتشتريه وتفتح الباكجات على مود يطلع لك هذا السكن. بس شيء جدا جدا رهيب اللي راح تحصل سكنات نادره. هسه نجي على الليفل يا اخوان. الليفل هذا يا اخوان وقف لي عقلي. طبعا الليفل هذا يصعد بعد ما تحصل على السكنات. مثلا السكن الميثيك ينطيك نقاط والليجندري ينطيك نقاط، فبعد ما تحصل النقاط راح تحصل الليفل. الليفل ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك كمية جوائز مو طبيعية. مثلا بالليفل الاول ينطيك هذا الجائزة، بالليفل الثاني ينطيك هذا الجائزة، بالليفل الثالث راح ينطيك هذا الجائزة، بس الليفل 15 راح ينطيك حرفيا ينطيك رقصة. شوف الرقصة اسطورية، وراح ينطيك ماتيريال، وراح ينطيك فاير ووركس، وراح ينطيك شغلات جدا جدا رهيبة ورقصات كلش كلش رهيبة. حتى باعوا راح ينطيك ثيم هنا بالليفل 50 والليفل 62 انطيني هذه الرقصة. بس تعال اشوفكم على افضل جائزة بالنسبة الي انا بهذا الحدث اوكي، اللي هي جائزة ليفل 92 يا اخوان. جائزة ليفل 92 مستحيل لازم اطلعها. حرفيا جائزة ليفل 92 بعد ما تقتل اخير لاعب تصير هيك، راح تمطر الدنيا وينزل اعصار، ينزل اعصار بعد ما تقتل اخير لاعب. والشغله الاخيره يا اخوان اللي بقت اللي هي هذه يا اخوان، مثل اللوحه تقدر تخلي الاستكرات اللي حصلتها من التحديات هذه. مثل ما تشوفون عندي هاني حاط هاي، وتقدر تحط بعد هاي وراها، تقدر العالم تجي تحط لك لايكات. بس الان انا جديد بالموضوع هذا يا اخوان، تقدر هنا تغير الثيم مالتك الجولد وشغلات كلش كلش رهيبه. شوفوا انا شلون صار مالتي، شيء جدا جدا رهيب. تقدرون انتم تستخدمون من هذا الحدث بعد ما تسوون المهمات مال السكنات، بعد ما تسوون المهمات مال الام 4 والاي كي ام، وراح تحصلون على كل هاي السوالف في الجلت هان. وهسه يا اخوان خلينا نروح نفتح الحصاله. جاهز؟ جاهز. يلا راح نعد الفلوس. اوكي. تحمس هذا. اوه نجي ضايعين. بس شوف يا اخوان، اوكي هي ما بيها هوايه بس بيها مبالغ. حط الدولارات بيها. ايش بيها؟ انت حطها هنا شوي شوي. الو والله هوايه يعني. اوكي هي مو هوايه لان انا تاركها هوايه. خلينا نحسب. لا 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 اوكي. ايش تحسب؟ خلينا نحسب. اوكي خلينا فلوس اذا اوكي نحسب من الاقل للاكثر. اوكي انا راح اجمع ارباع. انا خمسه. اوكي راح اجمع ربع. اوكي والله اكو والله زين المبلغ يعني زين. دولارات بس ايش عندك بالدولارات؟ بس دولارات. مو اني لك، انا ما اتذكر هاي الحصاله مالتي من كنت صغير يا اخوان اوكي، وتركتها وسافرت. حتى ريحه فلوس. اوكي تعال اجمع اربعه اني اجمع 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 سريع اجمع سريع خلينا نشوف ايش قد. ما بدل اياها. شنو بدل؟ البنك معروضه مشقوقه يا اخوان. اوه اجمع الحمر لحد الان بس الحمر هاي 50,000 اوكي. والالاف حلو وايد. الافات مو كم عشان جزء اصمون هو يجي يحطون بحصان. انا كنت ابوق. لا كلم يا اخوان لا تبوقون من هيكم ايسر. ها اوكي والله الافات وايد. طبعا لازم اغسل ايدي ورا ما الزم الفلوس هاي كلها. ليش؟ شنو وسخه؟ شتم الريحه. هو شنو يا؟ اوكي انا جمعت الالافات. اربعه. هاي شنو؟ بس انا مو شباب. انا شبابي يعني انت تخيل ايش قد قديم الحصاله هاي ايش قد قديمه. ايش بوبي اوكي. ورقه ما ادري من شنو. دقيقه اريد اعرف المبلغ كامل. اوكي جمع الفلوس سويه. خضره واحده بس. اوكي 500 واحده بس. اوكي يا اخوان راح نبلش بالاربعه. يلا عد الفلوس. راح نعدهن 1000 2000 3 خلينا نقول 3 اوكي. وراها نبلش بالالافات 4 5 6 14 15 26 27 28 29 30 31 34,000 وهاي شقد يصير؟ 35 لا 44,000 اوكي 44,000 خلينا نقول 50,000 60,000 70 75 و 25 30 75 و 25 100,000 اووه 100,000 دينار يا اخوان. وهنا 100 100,000 200,000 هاي ما نحسبهن 5 دولار. وشو ما تحسبهن حبيبي جيبهم حطهم 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 200,000 و 5 دولار و 500,000 ربحت ويانا HP. مبروك
شكرا. اخذ هنا اتش بي. مبروك اتش بي. شنو حتشتري بيه؟ شكرا. حاشتري شداد تشتري. باي باي. شكرا.